أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه الخطبة. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وجعل لهم أجلاً للقائه هم بالغون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه، لأنكم خلقتم لذلك. قال الله ربكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن الله خلق الجن والإنس لعبادته، وهي القيام بطاعته من غير تقصير ولا غلو. إن الله لم يخلق الخلق عبثا أن يتمتعوا بنعمه ثم يموتوا ولا يبعثوا غدا. أيها المسلمون، تذكروا بدايتكم ونهايتكم حتى تعرفوا آيات الله وتعظموا الله عز وجل. فإن الله تعالى خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، سواهم في بطون أمهاتهم، فإن الجنين في بطن أمه يتنقل إلى 4 أطوار، يكون 40 يوماً نطفة، ثم 40 يوماً علقة، ثم 40 يوماً مضغة، فهذه 120 يوماً، 4 أشهر متكاملة. ثم يبعث الله إليه الملك الموكل بالأجنة، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقائه وسعادته. ويبقى بعد ذلك، بعد 4 أشهر، يبقى ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب، فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم ينتقل إلى دار الجزاء. فإذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فيبقى في البرزخ، وهو ما بين موته وقيام الساعة، يبقى إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المسلمون، إن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة أحوالاً 3 بيّنها الله تعالى في كتابه في آخر سورة الواقعة، في قوله تعالى: فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ولقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفصيل ما يكون عند الموت وفي القبر. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار في البقيع، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقعد، وقعدنا حوله،
كأن على رؤوسنا الطير تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلوا ذلك تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجل يلحد له، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، تخرج كذلك أي منقادة سهلة، لأنها بشرت بما هو أعظم من الدنيا كلها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيأخذها، يعني ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي أن الملائكة يأخذونها من يده بسرعة فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا بقية السماوات، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي يسمى بها، التي يدعى بها في الدنيا، حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي رواية: من نبيك؟ فيقول: هو رسول الله. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من هؤلاء الطائفة بمنك وكرمك يا رب العالمين. وإن العبد، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم كفن من النار وحنوط من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الريح الخبيث؟ ف
فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يلج البعير في جب الإبرة، وهذا أمر مستحيل. إذن فمن المستحيل أن تفتح لهم أبواب السماء. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه وذكر الحديث وفيه، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيراهما جميعا. أيها المسلمون، هذه أخبار عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الشيطان قد يلقي في قلوبكم شيئا من التساؤلات التي تستبعدون بها وقوع مثل هذا الأمر، والناس يموتون كثيرا، فنقول: إن أمور الغيب علمها عند الله عز وجل، وإن علينا أن نصدق، فنقول: آمنا بالله وسمعنا وأطعنا. هذا هو موقفنا من هذه الأمور التي تحار فيها العقول ولكنها لا تحيلها، لأن الله على كل شيء قدير. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأعدوا لهذا الأمر العظيم عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، واسألوا الله أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه ليس للمسلم حق أن يبيت ليلتين وهو يريد أن يوصي بشيء إلا أوصى به، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. وإن من أهم ما يوصى به ما على الإنسان من ديون وحقوق، لأن هذه الديون والحقوق إذا كانت واجبة فإنها تتعلق بذمته، فمن كان عليه دين ليس فيه شهود فإن الواجب عليه أن يكتبه في وصيته، وأن يقول: إن لفلان وفلان علي كذا وكذا. وإذا كانت عليه ديون لا يعلم أصحابها أو نسيهم، فإنه يوصي بأن من ادعى شيئا ويغلب على الظن صدقه لأمانته ودينه فإنه يعطى، لأن هذا من الأمر الواجب عليه. ولكن الذي لم يثبت به لم يثبت ببينة يجعله من الثلث، لأن الورثة لا يلزمهم أن يوفوا إلا ما ثبت ببينة،
إلا أن يغلب على ظنهم صدق المدعي، فإنه يجب عليهم أن يوفوا من رأس المال، لأنهم قد غلب على ظنهم صدقه. والمهم أن من عليه حقوق أو عليه واجبات فإن الواجب عليه أن يوصي به، أن يوصي بها ولا يهملها. وهذا قد يجرنا إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس يتهاونون في إيفاء الحقوق، فتجدهم يماطلون بالحق الواجب عليهم. يأتيه صاحب الحق فيقول ائتني غدا، فإذا أتاه يوم غد قال ائتني غدا، وهكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مطل الغني ظلم، ومعلوم أنك إذا مطلته فإن كل دقيقة تمضي يكتب عليك فيها ظلم، وسوف تتحمله يوم القيامة، ويؤخذ ذلك من حسناتك. فعلى من عليه حق أن يبادر به إذا كان حالاً، حتى لا يفجعه الموت وهو لا يشعر، وحتى لا يكتسب الإثم بهذه المماطلة. أنتم أيها الأحياء الحاضرون المشاهدون سائرون على ما كان عليه أولئك سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. سوف تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور، وسوف تنفردون بقبوركم بعد الاجتماع بالأهل والسرور، وسوف تنفردون بأعمالكم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، إلى يوم البعث والنشور، إلى حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، حفاةً بلا نعال، عراةً بلا ثياب، غرلاً بلا ختان، بهماً بلا درهم ولا متاع. حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث أن الناس يحشرون عراةً بلا ثياب، فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الأمر والله أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إن الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، إنه أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها أو الابن عن أبيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هناك صحائف الأعمال يأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فإنه يقول فرحا وسرورا: هاؤم اقرءوا كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وغما: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هنالك يدعو بالثبور، وهنالك أيها الإخوة هنالك توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة،
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة يموج الناس بعضهم في بعض ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول الناس ألا تنظرون من يشفع لكم إلى الله، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يقدم عذرا، ثم يأتون إلى عيسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست لها، ولكن إيتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول مفتخرا بنعمة الله أنا لها، فيستأذن من الله عز وجل ويخر له ساجدا، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، فيدعه الله عز وجل ما شاء أن يدعه، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله عز وجل في أن يقضي بين العباد ويريحهم من هذا الموقف العظيم، فيأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخبره الله تعالى بما عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف، فيظهر الله عليه فضله فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي ذلك اليوم الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، لا يرده إلا المؤمنون بالله ورسوله المتبعون لسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. وفي ذلك اليوم تدنى الشمس من الخلق حتى تكون قد رميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ولكن الله يظل من يشاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي ذلك اليوم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول
أخرج بعث النار يعني من ذريتك. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. هؤلاء كلهم في النار من بني آدم، ويبقى واحد من 1000 في الجنة، فعند ذلك يشيب الصغير. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث فزع الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم 1000، منكم 1، ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي ذلك اليوم يوضع الصراط على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يزحف، ومنهم ما بين ذلك. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكون أول من يجوز، أي أول من يعبر من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. أيها المسلمون، إن هذا وأمثاله مما صحت به الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن هذا لحق. فكونوا أيها المسلمون، كونوا قد أعددتم العدة لهذا اليوم، فإنه مصيركم لا محالة، وموعودكم لا ريب، وإنه على عظمه وهوله وشدته ليسير على المؤمنين المتقين، لأن الله تعالى يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويقول جل وعلا على الكافرين غير يسير. فقد قال الله عز وجل في كتابه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن الواجب علينا أن ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ننظر في الأسباب التي تنجي من عذاب الله في ذلك اليوم العظيم، حتى نحذر هذه الأسباب ونبتعد عنها. وإن من الأسباب التي يكون بها العذاب يوم القيامة أكل الربا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فلا يحل لأحد أن يأخذ الربا ولا أن يعطي الربا ولا أن يشهد بالربا ولا أن يكتب بالربا ولا أن يكون موظفا في بيوت الربا، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. أيها المسلمون، إن أكل الربا عظيم. إن الله عز وجل يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاتقوا الله عباد الله، اجتنبوا كل سبب يكون به العذاب والعقاب يوم القيامة، حتى تخرجوا من الدنيا وأنتم سالمون من أسباب العذاب. وإذا فعلتم معصية فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن دواء المعاصي وآثارها التي تمرض بها القلوب أن يستغفر الإنسان ربه وأن يتوب إليه، فإن الله تعالى ذكر عظائم المعاصي في قوله
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله تعالى من ذنوبكم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أنه أضاع راحلته في أرض فلات حتى إذا أيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وكان الواجب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه لشدة فرحه أخطأ. فالله عز وجل أعظم فرحا وأشد فرحا من فرح هذا الرجل براحلته إذا تاب عبده إليه. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا لنتوب. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى، استقيموا على طاعته، افعلوا ما أمركم به، اجتنبوا ما نهاكم عنه، لأن الله تعالى أرسل إليكم الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أرسل الله الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الرسل عليهم الصلاة والسلام، بينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، وحذروهم من أسباب الهلاك، فمن الناس من نجا ومنهم من هلك. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إنه لا نجاة لكم من النار إلا بطاعة الله، امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه. فاتقوا النار فإنها دار البوار، دار البؤس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ساكنوها شرار خلق الله من الشياطين وأتباعهم. قال الله تعالى مخاطباً لإبليس، قال الله له: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إنها دار فرعون ودار هامان ودار قارون ودار أبي بن خلف ودار أبي لهب وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم، دار عبد الله بن أبي وأضرابه من منافقي هذه الأمة. هؤلاء أيها المسلمون سكان دار جهنم، كفار فجرة وطغاة ظلمة ومنافقون خونة، ولئن سألتم عن مكانها فإنها في أسفل السافلين، وأبعد ما يكون عن رب العالمين، فهي دار عقاب الله، وأبعد ما يكون عن رحمة الله وعن دار أوليائه، يؤتى بها أي بالنار يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. حرها شديد وقعرها بعيد. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها أي نار الدنيا لكافية. قال: إنها أي نار الآخرة فضلت عليها، أي على نار الدنيا، 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت شيء سقط، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني منذ 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى، والنصارى هم الذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين، وهم أبعد الناس عن دين المسيح، لأنهم كفروا بالمسيح حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن المسيح بشرهم به، ولكنهم أنكروا هذه البشارة وكذبوها، وكفروا بمحمد، وكفروا بعيسى، وكفروا بجميع الرسل. إنهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين وهم أبعد الناس عن دين المسيح، بل هم من أبعد الناس عن دين المسيح. أعود. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الله تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. عباد الله، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا، ثم انصرف بهم إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار، يلقون فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. إن الله تعالى قد ملأ هذه النار غيظا وحنقا على أهلها، تكاد تميز من الغيظ، يلقون فيها أفواجا، يقابلون بالتقريع والتوبيخ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا ما يقابلون به عند دخول النار: توبيخ وتقرير وإهانة وتنديم، فحينئذ تتقطع قلوبهم أسفا وتذوب أكبادهم كمدا وحزنا، ولكن ذلك لا ينفعهم، فإذا دخلوها فما أعظم عذابهم وما أشد عقابهم، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. طعامهم الزقوم، وهو شجر خبيث مر الطعم منتن الريح كريه المنظر، يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه، ولكنهم يلجؤون إلى ذلك لشدة جوعهم، فلا يسمنهم ولا يغني من جوع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. فإذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، التهبت الأكباد عطشا فلا يهيأ لهم الشراب، وإنهم ليستغيثون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب يشوي الوجوه
حتى تتساقط لحومها بئس الشراب يشربونه على كره واضطرار شرب الهيم، والهيم هي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء. فإذا سقط في أجوافهم في هذه الحرارة الشديدة قطع أمعاءهم، فهذا أيها الناس شرابهم كالمهل في حرارته وكالصديد في نتنه وخبثه. قال الله عز وجل: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. أما لباسهم فلباس الشر والعار، قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم لا تقيهم حر جهنم، ولكنها تزيدها اشتعالا وحرارة. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار في عذاب مستمر دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. وكلما خبت نار جهنم زادها الله سعيرا، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يرتفع بهم لهبها إلى أعلاها، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها وتمنت أنفسهم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون، فيقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فتأمل يا أخي المؤمن كيف يقولون ادعوا ربكم، لأنه لا وجه لهم يدعون الله عز وجل، ولكن لأنهم إذا دعوه قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، والله ما سألوا أن يخرجوا من النار، لأن الله قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، ولا سألوا أن يخفف عنهم العذاب دائما، ولكنهم سألوا أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا. ولكن الملائكة لا تجيبهم إلا بالتوبيخ والتهكم، تقول لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات بالآيات الواضحات الدالة على رسالتهم وصدقهم، ولكن هؤلاء عاندوا. فتقول لهم الملائكة ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلن يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وإلى عبادة الله، وحينئذ يتمنون الموت من شدة العذاب، فيقولون يا مالك، وهو خازن النار، ليقضي علينا ربك، أي ليهلكنا ويميتنا. فيقول لهم إنكم ماكثون، وذلك لأن الحق جاءهم ولكن أكثرهم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقولون لله عز وجل ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.
أيها المسلمون، هذا جزء يسير مما ورد في عذاب النار أجارني الله وإياكم منها. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني القدرة، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة أي يغمس فيها، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. إنه ينسى كل نعيم مر به في الدنيا حين غمس في النار هذه الغمسة، نعوذ بالله منها، إنها غمسة واحدة، فكيف به وهو مخلد فيها أبدا. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ويقول تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. احذروا كل سبب يقربكم من النار، وإن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسباب التي بها يكون دخول النار، وهي معلومة ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذلك أكل الربا، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الربا قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي من عاد بعد أن جاءته الموعظة وبين له الأمر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين الله تعالى أن الذين يأكلون الربا بعد أن علموا به هم أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن الذين يأكلون الربا أشبه باليهود من غيرهم، لأن اليهود هم أكلة الربا، أكلة السحت. فهل ترضى أيها المسلم، هل ترضى أن تكون شبيها باليهود من أجل لعاعة من الدنيا تصيبها لا تدري أتحصل لك أم لا تحصل؟ فإن هذا الذي قد رابيت عليه ربما يوفيك وربما لا يوفيك، ثم إذا قدر أنه أوفى في الأجل المحدد فإنك قد تموت قبل أن يحل هذا الأجل، فيكون لغيرك غنم ما كسبت ولك وعليك غرمه. فاتق الله يا أخي المسلم، ثم لا تتحيل على الربا بأنواع الحيل التي لا تخفى على البسطاء من الناس، فكيف تخفى على رب العالمين؟ إن من الربا أن يحتاج إنسان إلى سيارة فيأتي إلى التاجر ويقول: إني أريد السيارة الفلانية، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيعها على هذا الذي طلبها بأكثر مما اشتراها به مع التأجيل. هذه حيلة مكشوفة واضحة لا تخفى إلا على من ابتلوا بالشح والطمع. وإلا فإن معنى هذا تماما أن هذا الرجل أقرضك قيمة السيارة بربح، ولولاك ما اشترى السيارة ولا نظر إليها، فكيف نتحيل على ما حرم الله علينا بأنواع الحيل، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو سألنا هذا التاجر: لماذا اشتريت هذه السيارة أرفقا بأخيك الذي احتاجها؟ لقال: لا، إنما اشتريتها لأنني سأربح فيها
اثنين أو ثلاثة أو عشرة في المئة، ولولا هذا الربح ما اشتريتها. هذا أيها المسلمون هو الواقع، ولا يغرنكم كثرة استعمالها في الناس، فإن الكثرة الاستعمال لا تؤدي إلى تحليل الحرام. أيها المسلمون فكروا في هذا الأمر تفكير عاقل جاد، بقطع النظر عن كون الحيل المحرمة حراما في شريعة الله. فكروا، هل هذا التاجر يريد أن يشتري هذه السيارة أو هذا البيت أو هذه الأرض لولا أنك أتيت وأطمعته بأن تأخذه منه بفائدة؟ إنني أجزم جزما والعلم عند الله أنه لولاك ما اشتراها. نعم، لو كان عند التاجر سيارات أو بناء أو أرض أو شيء آخر يحتاجه الناس فيبيعه على من يشتريه نقدا بكذا وعلى من يشتريه مؤجلا بكذا أي بأكثر، فإن هذا لا بأس به، وهو من التجارة التي أباحها الله عز وجل. أما ما ذكرناه آنفا فإنه لا شك في أنه حيلة، فليتق الله امرؤ عرف قدر نفسه، ليتق الله امرؤ عرف أنه راحل عن هذه الدنيا، ليتق الله امرؤ عرف أنه سيحاسب على ما بلغه من شريعة الله. اللهم إنا نسألك أن تقينا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، وارزقنا رزقا حلالا نستعين به على طاعتك يا رب العالمين، ونقدم منه ما شئت لحياتنا الأخرى، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة. وما هي الجماعة أيها المسلمون؟ أتظنون أنها الاجتماع في الصلوات الخمس في المساجد؟ هي من الجماعة لا شك، ولكن المراد بذلك الاجتماع على دين الله وعدم التفرق فيه، الاجتماع على كلمة الحق، الائتلاف القلوب في كل ما من شأنه أن يكون فيه زيادة الإيمان والتقوى. فكونوا أيها المسلمون على الجماعة، فمن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على إمامكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي دلكم على كل خير ورغبكم فيه وبين لكم كل شر وحذركم منه، فصلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله أن يجزيه عن أمته خير الجزاء، وأن يجعلني وإياكم يوم القيامة تحت لوائه، شاربين من حوضه، داخلين في شفاعته، مجتمعين به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نور يقتدى به، علم يهتدى به، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على كل خير وبين لنا كل خير وحثنا على كل خير، وهو صلى الله عليه وسلم بين لنا الشرور وأسبابها وحذرنا منها، ولم يتوفه الله حتى بين لنا الدين وأكمله، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على أعدائهم من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بصلب البوسنة، فإنهم اعتدوا على إخواننا المسلمين وتجاوزوا الحدود، اللهم عليك بهم، اللهم اكبتهم، اللهم ارددهم على عقابهم خائبين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم ما يسرنا يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع كلمة إخواننا المسلمين في أفغانستان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على عدوهم وهو أنفسهم التي حملتهم على الجسع والطمع وعلى أن يقتل بعضهم بعضا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح لهم الأمور ويسر لهم العسير يا رب العالمين. اللهم من قام بكلمتك يريد أن تكون كلمتك هي العليا فانصره وأيده يا رب العالمين، ومن أراد خلاف ذلك اللهم فردده على عقبه خاسئا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.